شديد. هناك كثير من الناس، يعني كثير من الناس الواحد لا يكلم الآخر لأتفه الأسباب، قد يكون على سبب أثر ما أو نزاع بسيط، حاجة معينة أو أولاد يعني عملوا فوضى أو نحو ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. 3 أيام لأجل المسامحة والمراجعة، وإلا لأصل الإنسان المفترض من نفس اللحظة. لماذا؟ لأنه لا يضمن نفسه. فإذا كان هذا الإنسان فعلا يعني يعمل مثل هذا التصرف، ما لبس صلاة ما تقبل، ما يقبل لدي أي عمل، لأن كل الأعمال الخيرية تبطل، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الكبيرة تؤدي إلى إحباط العمل، تؤدي إلى إحباط العمل. كم من الناس يعني للأسف الشديد، طلبة في المدرسة، طلاب مدرسة زعلان على زميله، بنات طالبات أنا زعلان على زميلتي، يعني الأب زعلان على الولد، الولد مخاصم الأب، الأخ مخاصم الأخ. يعني قبل أيام، ما قبل أيام، قبل فترة أيضا من الزمن، رحت عند جماعة من الناس نقسم ميراث. تصور دخلت من الساعة 7، من الساعة 7 وخرجت تقريبا ما يقارب مع صلاة المغرب، ولكن الله أعلم قاصر المضارب عن واحد في الأكل رأسه. آخر شيء استويت المضاربة، هذا ماسك حصى وهذا ماسك حصى. قلنا لهم هذه ما أصبحت عاد، نحن من الصباح معكم نشتغل وفي نهايتها كذا وكذا. واحد مع الساعة هنتين تم يزوع من الأولاد بحاضرين في الورثة. صرنا له قلنا لك كيف؟ قال إذا كان بعدهم تو أمهم هذا الجماعة حية وهذا حالتهم كذا، كيف عب يوم تموت؟ يعني إنسان مسكين تأثر، تأثر يعني من 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 الوقع، وتأثر من التصرف. لماذا يا أخي؟ أخي أيها الإنسان، انظر إلى أصلك، فأصلك نطفة قذرة وسوف تعود إلى جيفة نتنة، فلا تتكبر ولا تتعالى. انظر إلى هذا الأصل. ثم أيضا عليك أن تدرك بأن الكبرياء صفر الله عز وجل، ما أن نازعه فيها إنسان إلا قصمه